الفنانة المغربية راوية من فوق العمارية ما مسالياش للزواج. إليكم التفاصيل. حلت الفنانة المغربية راوية مساء الجمعة ضيفة على أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج رشيد شو للإعلامي رشيد العلالي، وخففت الفنانة راوية الأنظار بلباسها التقليدي وصعودها العمارية في إحدى فقرات البرنامج، وهو المقطع الذي غصت به العديد من الصفحات الخاصة بأخبار الفن والمشاهير عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات الانستغرام خلال الساعات الماضية. وعبرت الفنانة راوية عن شكرها لرشيد العلالي بخصوص هذه المفاجأة العمارية التي أعادتها إلى عمر 16 عاما حسب قولها، وحول سؤال مقدم البرنامج لها عما إذا كانت تفكر في الزواج، ردت الفنانة راوية بابتسامة ساخرة وأضافت: واش كضحك عليا؟ ليضيف رشيد العلالي مزحة أنه سيتكلف بمهمة البحث عن عريس لها لتسايره كاشفة شروطها بخصوص عريسها المستقبلي الذي يتعين فيه شرط بلوغه 100 سنة وأن يكون فاحش الطرأ، لتوضح مباشرة عقبها بأنها تمزح فقط وبأنها لا تفكر في الزواج، ومضيفة ما مسلياش نتزوج، لينفجر الحضور ضاحكا بعد تذكرهم لمقولتها المشهورة ما مسلياش في ردها على سؤال سابق لمراد العشابي بخصوص لقاء أصدقائها والجلوس معهم في المقاهي، وهو الجواب الذي أوضحته لاحقا بعد الكشف عن التزاماتها بوالدتها وشقيقتها اللتان تعانيان المرض.